السلام عليكم. ده ديمو فيديو المشروع الـ Image Processing لـ4 حسابات 2021. المشروع بتاعنا عبارة عن جولي تشيكر، بعمل له input فيديو بيبقى فيه كورة زي ما هنشوف دلوقتي الـ setting point. عندي sample videos، تمام. بنختار فيديو معين زي اللي هنشوفه دلوقتي. من الفيديو ده بيعمل عليه بروسيسنج عشان يقدر يحدد هل الكورة دي جون ولا لأ، زي الفور كده يعني، أو بس شكل أوتوماتيك شوية. فأول حاجة إحنا عملناها، إحنا عملنا أبلود الفيديو أو اخترنا الفيديو يعني، بعد كده بنختار ستارت بروسيسنج، بيقدر يعمل بروسيسنج على الفيديو اللي أنا مديهوله. المفروض إن هو بيطلع لي حاجتين. أول حاجة بيعمل جنريت لأوتبوت فيديو، بيبقى فيه ديتكشن اللاين الابر بوردر بتاع اللاين، وبيبقى في التراكنج بتاع البول السنتر طبعا والاوتر سيرفيس، وبيطلع لي حاجه تانية اللي هي الصوره زي ما هنشوف برضه دلوقتي. دي الصوره، دي بتبقى اول صوره، اول فريم الكوره فيها عدت اللاين، تمام. فزي ما شايفين هنا، وطبعا دي الريزلت. طيب عشان نعمل مانوال تشيكينج يعني، ممكن نعمل لود اوتبوت فيديو ونعمل بلاي. ده الفيديو اللي فيه تراكنج للابر بوردر، تمام. وبيعمل هنا كمان زوم على اللوكيشن بتاع الكوره. طيب نجرب فيديو تاني مثلا كده، نقدر نشوف الفيديو. ونعمل ستارت بروسيسنج. طبعا الفيديوهات دي احنا مصورينها بنفسنا عشان يبقى نقدر نتاكد بشكل كبير، يبقى عندنا داتا سيت كبيره نقدر نجرب عليها براحتنا، وبرضه عشان الموضوع يبقى واقعي يعني. حبيناش ان احنا نجيب مثلا خط ابيض ورقه او كده ونجيب كره صغيره، فلا نحاول نخلي الموضوع واقعي بشكل كبير، فصورنا في ملعب. المفروض ان الاوتبوت هنا ما يطلع ان نو جول، يعني الكره ما عدتش اللاين. تمام، هنا بيجيب لي اقرب فريم الكره ان هي كانت تبقى او ابعد مسافه الكره قطعتها باتجاه اللاين بوردر، تمام. فهنا بيقول نوت جول، دي عشان الكرة مش كلها دخل عدت البوردر يعني، وده باين هنا. ممكن نجرب كمان الفيديو مثلا، ناخد جول 3 مثلا، أو مش جول 3. نعمل ستارت بروسيسنج. طبعا في حاجات كتيرة بتأثر في الـ accuracy، زي مثلا الإضاءة، زي إن الخط نفسه في الملعب ما كانش 100% straight يعني، كان في inclination شوية، وده هتلاقيه باين في الفيديو. وطبعا كان في نقط هنا السودة دي، بس يعني دي مش مشكلة يعني، ده طبيعي إن يبقى موجود. بس الصح إن الكاميرا تبقى مثبتة بزاوية ثابتة، والخط ميبقاش inclined أوي يعني. أقل حاجة ما بيبقاش انكلاين، تمام. هنا ده جول، ممكن نجرب آخر حاجة مرة كمان، ما نكونش جول مثلا، نقول فري ده. نشوف الفيديو. نعمل ستارت بروسيسنج.
ده برضه هعرف فين، ممكن ساعتها مش فاكر إن أنا نزل أو فيديو تقريبا ما عملتش الإيفنت ده بروسيس فيديو. في حاجة كمان إن إحنا عندنا بنعمل جنريت للأوتبوت فيديوز والفوتوز في نفس الدايركتوري بتاع الإنبوت فيديوز. يعني لو أنا اخترت مكان معين الانبوت بتاعي من مكان معين فهو هيعمل جنريت، زي مثلا زي هنا دول لسه ما عملهم جنريت، يعني التايم من 9:47 ل 9:42 هو ما لسه عملوا جنريت من 5 دقايق من وقت بداية الفيديو. فممكن نشوف مثلا الاوتبوتس. تمام، ده الاوتبوت بتاع اول فيديو خالص. تمام، الأوتبوت بتاع تاني فيديو برضه. وطبعا هو مش محتاج يكمل، يعني هو مجرد ما الكورة دخلت الجون هو مش بيكمل بروسيسنج على بقية الفريمز. ده الأوتبوت، كل الحاجات دي اللي احنا شفناها. بس يعني أنا بوري حضراتكم يعني إن الحاجات دي برضه بتبقى سيف. ده إنه جول سول، ده برضه كردناه وهكذا. بس ده كان الديمو فيديو، واتمنى ان هو يعجب حضراتكم.